لما ذكر المصنف رحمه الله الحديثين أتبعهما بمفهوم الآية التي في سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية العظيمة فيها بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم حقه. قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها. قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا يندرج تحته معاني كلها حق، منها ما يتعلق بالمحبة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي حقه من المحبة أعظم من النفس والوالد والناس أجمعين. ويدخل تحتها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أنه أحرص على أنفسهم منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أحرص على كل مؤمن ومؤمنة من نفسه. ويدخل تحتها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفس المؤمن من نصحه هو لنفسه، من نصح المؤمن لنفسه، الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فحقه من المحبة أعظم من حق النفس، وأعظم من حق الوالد، وأعظم من حق الولد، بل قرنت محبته بمحبة الله في القرآن وفي السنة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالحديث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه. قرنت في القرآن والسنة بمحبة الله، وهذا يبين عظم مكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قرنت بمحبة الله وهي تبع لمحبة الله، لأن محبته من محبة الله، محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي هذا شأن محبته، فكيف بشأن المقصود العظيم سبحانه الذي له العبادة له الذل؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول وعبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان له عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، فكيف بالرب العظيم الذي هو المقصود الذي له الذل والخضوع، فاطر السماوات والأرض، خالق الخلق سبحانه وتعالى؟ هذا كله يعني يبين أن الذي دخل في دروب العشق الفاسد دخل في انحراف شديد في هذا الباب، باب المحبة، وأبعد نفسه عن حقيقة المحبة وروحها ولبها التي بها سعادته. إن كان يظن أن الحب الذي تعلق قلبه به يجلب له سعادة فهو مخطئ في ظنه ووهمه. فالسعادة إنما هي في عمارة القلب بحب الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي منه الفضل وبيده الإحسان والذي بيده القلوب سبحانه وتعالى، بيده العطاء والمنع